رياضيا من أجل معرفة آراء الجمهور الرياضي حول دمج عدد من المؤسسات الشبابية والرياضية في مؤسسة واحدة، فقد قام فريق من التلفزيون الوطني باستطلاع آراء المواطنين في ميكروفون الزميل عباس بكر مصطفى. نتابع. بس المورة أفكاري أنا كلمينا أديل أديل بكون حكومة بكسب بالمال الأول لمال لا شتى والحصة ده مال اللي باللما بكان واي وشغل الجبانة فوق ده عالم كله عالم شفتا وهم ده كله المورة عشان ليه حكومة يلقراها شيء في إمكانيات سيرتو في المالية. طبعا أنا فكري نشيفة كده ما هوان شيء ما بتول يا علم ما في كل ثلاثة أربع سنة قدام بالاستادة نشيفة كده لمينا ما هوان. هذه فكرة جيدة تتماشى مع هذا الوقت، لأن الدولة أيضا هي في أزمة، وحينما تدمج المؤسسات فتجمل لغرض دمج المؤسسات فيه فائدة للشباب وفيها خير كبير. لابد الشباب ذاته كانوا هم العنصر الأساسي للدولة والهيكل الأزمي، الحياة بدون شباب ده ما يكون، لكن الشباب في جدة ودم يعني سيء جدا، يعانوا من البطالة، يعانوا من سوء التعليم وما غير حقوقهم. إنها فكرة جيدة، فعندما يقوم منسقية مع منسقية أخرى بالتكاتف معا، أولا نضع التخطيط، والتخطيط نضعه من أجل تسيير العمل، فمن كل عمل يحتاج إلى نتيجة، فالهدف أو الغرض من هذا الاندماج هو الوصول إلى الهدف. بهذه الآراء المختلفة للشباب حول طموحاتهم وآمالهم ننهي معكم هذا العرض الرئيسي من الفضائية التشادية. نترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.